أنا دكتورة هبة طلبة، حاصلة على الزمالة البريطانية في أمراض البطنة، زمالة بريطانية في الجهاز الهضمي والكبد والتغذية، البورد الأوروبي في الجهاز الهضمي والكبد والتغذية، والعضوية الفخرية للكلية الملكية البريطانية في أيدنبرغ. هنتكلم النهاردة عن نظام تنزيل الوزن في مجموعة مستشفيات بدر السماء. لقد أدركنا مؤخرا أهمية الصحة وأن الحفاظ على الوزن لم يعد شيء تجميلي، ولذلك بدأنا باستخدام بالون المعدة الأمريكي، والذي يساعد على إنزال الوزن 5 إلى 6 أضعاف إنزال الوزن عن طريق الرياضة والتغذية فقط. لقد تلقينا العديد من الاستفسارات عن ماذا يحدث بعد تركيب البالون. مباشرة بعد تركيب البالون تبدأ المعدة في الشعور بوزن البالون بداخلها، وهو ما يعادل 1.25 كيلوغرام وزن وجبة دسمة أو ثمرة جريب فروت، فيكون تناول الوجبات في اليوم الأول شيء غير متوقع، ولكن لا تقلق، فسوف يتم إعطائك محاليل تغذية وردية تكفي لاحتياجات الجسم في اليوم الأول، وسوف يتم إعطائك معها بعض الأدوية الوردية التي تساعد على ارتخاء عضلة المعدة. ومباشرة بعد خروجك من الوحدة تستطيع البدء في تناول كميات قليلة من المشروبات حتى نهاية اليوم. بداية من اليوم الثاني وحتى نهاية الشهر الأول سوف يتم إعطائك نظام أمريكي صارم، وذلك للحفاظ على المعدة من أي أثار جانبية قد تحدث في الأول. هذا النظام يحدد كميات، أنواع، والأوقات التي يتم أخذ فيها السوائل، وكيفية تدريج الأكل من اللين إلى الأكل الطبيعي بنهاية الشهر الأول. بعد الشهر الأول ينصح بمقابلة فريق التغذية الخاص بنا، والذي يعطيك وجبات صحية متوازنة ومتنوعة حتى تكفي لشعورك بالشبع بدون الإحساس بالملل أو الإجهاد. أما بالنسبة للأدوية فسوف يتم إعطائك 3 إلى 4 أنواع من الأدوية في الأسبوع الأول، ويجب أخذها بانتظام، وذلك لمنع أي أثار جانبية. ثم بعد الأسبوع الأول يتم الاعتماد على دواء واحد فقط حتى نهاية وجود البالون في المعدة. ولكن العلم، الغثيان يعتبر من الأعراض الطبيعية لوجود البالون في المعدة في الأسبوع الأول، وزيادة الإحساس بالغثيان قد تعني تناولنا كميات أكل أكبر من المسموح. بالنسبة للرياضة وللراحة، فينصح بالراحة في الأسبوع الأول بعد تركيب البالون، وذلك لأن الحرق السريع في الدهون قد يؤدي لإحساسنا بالضعف أو الجفاف بسهولة. بعد الأسبوع الأول ينصح بتدريج الرياضة على حسب التحمل، بدء من المشي 10 دقائق يوميا، كما يسمح بالعودة إلى العمل خاصة إذا كان العمل غير مكتبي. ولكن بعض الرياضات لا ينصح بإجراءها أثناء وجود البالون في المعدة، مثل الغطس أو رفع الأثقال. لحجز استشارتك اتصل الآن